فهم وتبسيط خريطة الاقتصاد الجديدة اللي بتعيد مصر تشكيلها في علاقاتها الدولية بعد الانضمام لبريكس. معروف أن مصر بتعتمد في سياستها على التعددية في العلاقات والموازنة والموائمة. المهم برضو أن انضمام مصر للمجموعة زي ما هيفيدنا احنا هيكون مفيد برضو للدول الأعضاء، خصوصاً أن قيمة مصر وثقلها السياسي والإقليمي ليه أوجه كتير جداً، وعلى رأسها طبعاً قناة السويس اللي بتعتبر أهم شريان ملاحي في العالم. طيب، انعكاسات ده إيه على علاقاتنا الاقتصادية العالمية وعلى دول المجموعة كمان؟ إيه اللي هيختلف في علاقتنا الاقتصادية بالمحور الغربي ومجموعة الدول السبع بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس؟ الأستاذ محمد أبو عاصي الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي معانا على الهاتف، يقول لنا بقى إيه قصة الأبعاد الاقتصادية وعلاقاتنا الاقتصادية بتاعة مصر بعد انضمامها للبريكس، وتحديدا في علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الغربي. أستاذ محمد، برحب بيك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا بيك يا يوسف، وأهلا بكل متابعين برنامج التاسعة. أهلا بيك، أهلا بيك. طبعا متابع ردود الأفعال العالمية وتحديدا فيما يتعلق بعلاقات مصر الاقتصادية على الجانب الغربي، تقدر تقول لنا تأثير انضمام مصر رسميا في يناير 2024 للبريكس على علاقتنا الاقتصادية بالجانب الغربي، وتحديدا إذا كنا بنتكلم على البنك الدولي أو صندوق النادي الدولي؟ هو أنا حابب أبدأ الكلام مع حضرتك بإشادة بتقدم للمواطن المصري. يمكن حضرتك عارف إن إحنا كبتوع اقتصاد بيكون تمينا تقيل حبتين متابعة الأخبار الاقتصادية، لكن فجأة فوجئت إن فجأة المواطن المصري امبارح بيتداول أخبار بريكس وبيتداول تحليلاته، ودي حاجة أو نوعية من الثقافة كنا مفتقدينها لفترة كبيرة. فدي حاجة بتفرحنا احنا كاقتصاديين وبتخلينا عندنا أداء أكتر إن احنا نقدم أو شغف نقدم أفضل معاملات. فيما يخص موضوع البريكس، أنا حابب أقول لحضرتك ببساطة جدا احنا ناس لا هنهول ونقول ونعدد مميزات ولا هنقول لا ده فيه عيوب، أو يعني هنحط الحاجات في محلها الصحيح. مصر واحدة من الدول اللي لازم تلعب على مصلحتها، ده شيء طبيعي وده وارد في كل سياسات وعلاقات الدول، واحنا مش بنقول أو بنخترع في دين جديد، لكن احنا بنقول ان الدوله دي لازم في يوم من الايام تدور على مصلحتها وتمشي عنها. انا النهارده عندي محفزات بيطرحها البريكس، دي ما استغلهاش. عندي حاجات كمان بيطرحها مجموعه الجي 7 او مجموعه الدول الغربيه، دي برده ما استغلهاش لصالح دولتي ولصالح شعبي. فاول حاجه عندنا هنا في مصر، احنا عندنا مشكله اقتصاديه او ازمه اقتصاديه نتيجه حاجات كتير زي التضخم العالمي وزي التضخم المحلي ونتيجه نقص تمويل ونتيجه ان احنا فتحنا في كذا اكتر من مشروع او محور تنميه ومجبرين على ده في التوقيت الحالي ان احنا نكمله. تمام. ده أو المشكلة الاقتصادية عملت عندنا أزمة صغيرة جدا أو أزمة موجودة عموما كلنا عارفينها اسمها نقص التمويل اللي هو نقص الدولار. فبالتالي أنا لازم ألجأ إن أخفف الضغط على الدولار. مصر 95% وأكثر من تعاملاتها الدولية بالدولار مش بأي عملة تانية، وبناء عليه أنا بستغل المميزات الموجودة عند حليف مهم جدا زي مجموعة البريكس. في مشروع مهم جدا مصر أو المصريين ممكن ما يكونوش واخدين بالهم منه، لكن مصر شغال عليه بقوة، وهو مشروع البنية التحتية اللي هو بيلقى قبول كتير قوي، بيلقى تأييد من طبعة كبيرة من الشعب وشريحة كبيرة، وبعض الناس تانية تقول لك لا ده المشروع ده ما كانش وقته. لا، أنا هقول لك حاجة بيحصل. مشروع البنية التحتية ده مهم جدا لأنه عمل حاجة عندنا اسمها الممرات اللوجستية. الممرات اللوجستية دي يا يوسف تقدر تقول كنز عالمي محدش واخد باله منه، هي كلمة كبيرة تبان إنها مطاط. الممرات اللوجستية بتحول مصر لطريق تجاري وصناعي وتنموي في العالم كله. ازاي؟ عن طريق القطار السريع اللي احنا بنعمله، عن طريق المواني الجديده اللي انت بتضيفها لمصر وبتوسعها وتعمقها عشان تستقبل نوعيه معينه من الحاويات والسفن الثقيله، عن طريق كمان اللي هو توسيع ممر او شريان قناه السويس. في صراع او في منافسه عالميه ما بين مجموعه دول، حتى في مجموعه اسمها U2I2 اللي هي بتنضم ليها الهند والامارات والامريكا ويمكن الكيان المحتل لاسرائيل. فاحنا في التوقيت اللي زي ده او في الحاجه دي، الناس دي بتحلسها على السيطره على اكبر قدر من المواني في العالم. في الناحيه الثانيه عندنا بينافسها دوله زي روسيا ودوله زي الصين، عايزين يسيطروا على الممرات اللوجستيه. طب ليه؟ وعشان يتحكموا في اكبر قدر من المواني العربيه. ده اهم ميزه ممكن تستفيد منها دول مجموعه البريكس لمصر، فده هيدفع مجموعه السيفن ومجموعه الجي 7 اللي هي السبع الكبار اوروبا وغيرها انها تبدا تشتغل عندك هنا. عشان كده انا عندي كم كبير من الاستثمارات يمكن يتخطى دلوقتي حالا، انا بكلم حضرتك لل 12 مليار دولار تم ضخهم بس في حاجه عندنا اسمها الاسواق اللوجستيه او المناطق اللوجستيه. المناطق اللوجستيه مصر دلوقتي بتنمي حدودها، سواء الغرب عند ليبيا بتعمل منطقه لوجستيه كبيره عشان تبدا تتاجر معاهم على اساس تكنولوجي اللي هو بقى اسواق وحاجات من دي
زي ما نقول اللي هو المواني الجافة. مظبوط، تابعنا ده. طيب تحديدا فيما يتعلق، ذكرت مجموعة السبع الكبرى والمحور الغربي، صندوق النادي الدولي تمويله بيكون بشروط صعبة على عكس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس. هل دي ميزة هتضاف بعد كده للاقتصاد المصري والاستثمار اللي حضرتك اشرت ليه؟ هو طبعا انا بقول لحضرتك ان بنك الان دي بي اللي هو بنك التنمية التابع لتجمع البريكس، وكان مصر كانت اول حد، يعني احنا اول حد نشر المعلومة دي عندنا ان مصر بدأت تتقدم بطلب دي من فترة كبيرة. البنك طرح ميزة مهمة جدا، انا النهارده عندي فايده، بيفرض فايده قليله جدا قد تكون معدومه ما بين دول مجموعه البريكس، بالاضافه انه بيقدم لحضرتك القرض بتاعك بدون قيد او شرط. المعروف اقتصاديا يا يوسف ان انا ما ينفعش اقيم الاقتصاديات في اوقات الازمات. مظبوط. انا النهارده بيتم تقييم الجنيه المصري او الاقتصاد المصري في وقت ازمه كبيره بيعاني من حاله نقص دولار، ده غلط، ده غلط، ما ينفعش في الاقتصاد انك تقيمني وقت الازمه. فاللي بيحصل ان انا ممكن المؤشر بتاعي يطلع مش ورا بود، زي ما بعض مؤسسات التصنيف الدوليه بتطلع كل يوم والتاني تقول لك والله المؤشر ده مش مظبوط، المؤشر ده كان المفروض يكون في الاتجاه الفلاني، وده حقها تقيم، بس حقي برضه انا كمان اشوف مصلحتي فين. النهارده انا عندي بنك ممكن يديني كم كبير من التمويلات اللي انا محتاجها وعشان اخلص مشروعات البنيه التحتيه، وممكن كمان يساعدني لان عنده هيئات استشاريه هو اصلا تخصصه بنيه تحتيه، بقى صحه او طرق او صناعه او تجاره او الحاجات دي كلها، بيقدم لك حاجه كامله متكامله. مصر ممكن تستفيد كمان من مجموعه البريكس على حاجه مهمه جدا. ايوه. بتطرح عليها التعامل معها، ما هو المميزات مش هتكون ان انا اخد قرض وخلاص او ان انا لا في محاور كتير اكيد. في محور، في محور مهم ما حدش واخد باله منه وما حدش ناقشه واعتقد ما حدش هيناقشه. ليه بقى؟ هو مبدئيا التصنيع المشترك. وجود مصر في البريكس بيفرض، او وجود مجموعه البريكس اللي هم خمس دول الاساسيين اللي نفذوها وبعض الدول الداخله، بيفرض عليهم ان يكون في برامج تصنيع وتمويل مشترك. يعني مثلا على سبيل المثال انا والهند هنصنع مثلا ماكينه معينه، سلاح معين، باعتبار ان الهند بتصنع طيارات مسافرين معينه. فانا النهارده هيكون عندي حاجه اسمها النو هاو اللي هو الفكر اللي هو الخبره، فهنقل التكنولوجيات من عندهم، اكيد هعمل حاجات نقل تكنولوجيا، ونقل تكنولوجيا ده هيوفر على المدى البعيد لان الصناعه ما بتتنقلش في يوم او اثنين او سنه او 10، الصناعه تراكميه، فدي نقطه مهمه جدا، انا كده هاخد منهم تكنولوجيا وهختصر مسافات واختصر طريق. حضرتك النهارده انت بتتكلم في مجموعه البريكس بعد انضمام مصر، احنا بنتكلم في حجم اقتصاد 30 تريليون دولار، 41% من سكان العالم، اعتقد ده سوق، دول لوحدهم سوق 41%. اكيد يعني لما تتعامل مع سوق كبير 3.3 مليار نسمه بيخضعوا للبريكس، في كم كبير من الاعفاءات الضريبيه والجمركيه ما بين دول البريكس لانها بتسعى للاندماج. يعني هي حابه تكون اتحاد اوروبي. مفيش ما بيننا من بعض اي تعريفات مرور، فده فرصه مهمه جدا للمنتج المصري. لكن طيب لازم اكون حذر وانا بتعامل مع اي مجموعه سواء البريكس او الجي 7. انا بدخل المجموعات دي وعشان ادعم اقتصادي انا، فبالتالي لازم اصنع ولازم ازرع وابدا اشتغل على النقطه دي بشكل قوي جدا، والا اتحول من التبعيه مثلا للمغرب للتبعيه للمشرق. انا يعني يكون ليا، يكون اعتقد ان الاداره المصريه شغاله على النقطه دي بالذات، لان احنا يكون لنا دور فعال في مجموعه البريكس. تمام. مزبوط. اكيد. طيب. يكون لنا فعال ونستفيد اكتر منهم وناخد منهم صناعه وناخد منهم زراعه. احنا عندنا مصر بتعمل اكتفاء ذاتي بالقمح دلوقتي عن طريق انها بتزرع الصحراء الغربيه، وده كان حاجه غريبه. في نقطه انا مهمه جدا حابب اشير لحضرتك او اشير بيها. شيء جميل جدا لما تقرا ما بين السطور فيما يخص انضمام مصر للبريكس، ايه هي؟ حاجه بسيطه جدا، ان الحكومه او الاداره المصريه الحاليه لم تتوانى انها تفوت فرصه مهمه للاقتصاد المصري الا وبتنخرط فيها. الاداره السياسيه او القياده السياسيه الحاليه جريئه جدا، اقتحمت ملفات ما حدش قبلها قدر يقتحم، وده شيء واضح للجميع. كمان هي ما بتفوتش فرصه انها ممكن تدعم الاقتصاد المصري وتدخله. عايز اقول لحضرتك ان بريكس دي من سنه 2000 وقت ما كانت ورقه، بعد كده 2006، من 2006 ل 2009 لحد قريب كانت بتتفاوض ان مصر تكون من المؤسسين للمجموعه. تخيل لو حضرتك ده كان موجود زمان. في حاجه مهمه برضو اللي هو التعامل بالعملات المحليه. انا النهارده بستورد وليكن قمح احتياجاتي من روسيا، انا ليه اروح ادفع لروسيا بالدولار لما ممكن ادفع بالروبل او بالجنيه او بالمقايضه؟ انا ده بخفف على الدولار، باخد الدولار بقى اركنه على جنب، اغطي بيه الجنيه بتاعي، بحسن وضع الجنيه، وفي نفس الوقت ادفع الديون بتاعتي الخارجه اللي هي دلوقتي تمثل عائق قدامي في بعض ملفات التنميه. طيب بالنسبه لملفات التنميه، مصر تقدر تقدم ايه لمجموعه البريكس؟ واذا كنا بنتكلم على ان مصر عندها اهم محور ملاحي استراتيجي في العالم.
مصر الفترة الأخيرة عندها بتهتم بنفعين، بس واحد فيهم بتهتم بيه على استحياء لأن الوضع ممكن لا يسمح إنك تأخرت فيه بقوة، والملف الثاني لا هي داخلة فيه بكل قوتها. الملف الثاني اللي داخلة فيه بكل قوتها وهو ملف الزراعة. مصر عندها خطة أساسية، وكان أنا حد كصحفي طلع في المجال ده عارف إن هي عندها خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من السلع. تخيل إن إحنا بنتكلم دلوقتي بعد 3 سنين هنوفر بمعايير النهاردة 11 مليار دولار بنستورد بيهم قمح، بيزرع الصحراء الغربية كله، وعشان يبدأ يقلل ده بدأ بيوفر ال 11 مليار على جنب، بيحاول يلجأ يشوف الرز بتاعه، بنرجع تاني هنزرع رز بكميات كبيرة لأن إحنا في أزمة عالمية فيما يخص الرز، بس الحمد لله لسه ما مستتش مصر بالشكل الكافي. مظبوط. دي نقطة تانية. طب أنا النقطة الأولانية اللي هي بنتكلم فيها على استحياء وهي نقطة الصناعة. مصر تتحول لمحور هنصنع وبننقل مصانع من بره. النهارده انا بقول لدول البريكس تعالوا صنعوا عندي وافتحوا مناطق لوجستيه عندي واشتغلوا فيها. طيب ايه المقابل؟ انا هتديني ايه؟ والله انا هديك ان انا كدوله بنسحب من منافسه القطاع الخاص، وده وثيقه ملكيه الدوله اللي اعلنها الدكتور مدبولي. رقم اثنين بديك حوافز استثماريه يمكن ما يكونش لها بديل في العالم. انا النهارده بتحول منطقه اقتصاديه قناه السويس كلها بتتحول لمنطقه حره، يعني حضرتك هي بتتحول منطقه بدون اي قيد او شرط. ما فيش تعاملات جمارك عليك. عايز اقول لك ان حسب معلوماتي وانا اسال عنها ان في بعض الدول او بعض الشركات الصناعيه الكبرى دخلت تشتغل مصر واخده اعفاء ضريبي بقرار جمهوري لمده 50 سنه، وده ما كانش موجود في مصر. التيسيرات في المجال ده مصر بتقدمها كتير في مجال الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي بوجه التحديد. هنا في مصر يعني حضرتك اشرت في البدايه ان احنا بنبني دوله، والدوله محتاج البنى تحديدا بيحتاج صبر لان في قرارات بتبان نتيجتها فيما بعد. المواطن المصري بيبص للاقتصاد على الدخل اللي داخل جيبه، فلذلك هيبدا يسال على الاسعار فيما يتعلق بانضمام مصر للبريكس، وهل ده هياثر على الاسعار؟ يعني اسعار سلع معينه ممكن تنخفض. احنا بنستورد من الصين بنسبه كبيره جدا السيارات. طيب موضوع السيارات تحديدا عشان ده شاغل بال المصريين، ويمكن في ازمه من فتره مش قليله، هل في تاثير مباشر من انضمام مصر للبريكس بدايه من يناير 2024 على السلع وتحديدا سلع السيارات؟ اجابه النقطه دي او اجابه السؤال ده يتوقف نفسه على عقليه وعي المواطن المصري نفسه، دي نقطه. تمام. النقطه الثانيه على رقابه الحكومه نفسها. لازم يكون عارف المواطن المصري والحكومة كمان عارفة، والراجل اللي رايح يستورد العربية من بره عارف إن مع بداية 2024 حضرتك هتخضع لإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة جدا، فلازم ده ينعكس على سعر العربية اللي حضرتك هتدخلها السوق المصري. أصبحت أنا كحكومة مصرية مجبرة حسب اتفاقيات بقى البريكس وحسب الانضمام ليها إن أنا أخفض لك ضرائب وجمارك إن لم يكن أشيلها كلها. دي نقطة من النقط مهمة جدا. طبعا. لازم كمان أكون عارف إن أنا بنسبة كبيرة ممكن أصفي أو أجهز معاملاتي مع الصين، وليكن طالما ضربنا المثل بالصين باليوان الصيني. أنا مش هديك جنيه، مش هديك دولار أمريكي يا شريكي يا صيني مثلا اللي أنت هتديني العربيات بتاع العربيات اللي أنا هدخلها السوق المصري، لكن أنا هديك يوان. فاليوان ده لا، ده قصة ثانية. فبالتالي أنا بخفف الضغط، اليوان ما عليهوش ضغط أو نفس القوة اللي على الدولار، فبالتالي انا اليوان هتقدر البنوك المصريه هي هنا تدبره بسهوله. هو موجود فعلا في بنوك مصر. فدي حاجه تانية. فدي اعفاءات كلها لازم تنعكس على السعر، لكن الموضوع مش هيكون بالسهوله او بالسرعه اللي ممكن احنا نتخيلها. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. على ما تحاول تبان بعض بشاير فيما يخص الاسعار، لكن انا عايز اشدد على نقطه مهمه جدا. اتفضل. حسب بنود البريكس بيقول لك ان يجوز للدول اللي هي اعضاء البريكس التعامل بالعملات المحليه او بالمقايضه. متى ارتضت طرفين الكلام ده؟ مزبوط. يعني انا النهارده ممكن كمصر طبعا كان في كلام على توحيد العمله كمان. ده كمان دي نقطه. زي ما حضرتك قلت استاذ محمد، هو الموضوع محتاج وعي، محتاج صبر، لان الامور اللي زي دي والقرارات والخطوات اللي زي دي بتاخد وقت في تنفيذها، وبتاخد وقت في ردود الافعال او الاستجابه اللي بيحصل منها بعد كده. أستاذ محمد أبو عاصي الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك على مداخلتك معنا.